أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. من المصدر أونلاين: مستشفى في الحديدة يستقبل أكثر من 18 جثة من ميليشيا الحوثي. ومن صحيفة أخبار اليوم: قوة في عدن تعتقل عمال ورشة بعد فشلهم في إصلاح طقم عسكري. ومن القدس العربي: ألماني يرفع دعوى ضد حمار. أهلا بكم. تواصل ميليشيا الحوثي الدفع بمن كانوا مدنيين حتى يوم قريب إلى جبهات القتال تحت وطأة الحاجة والإرهاب، وتعيدهم إلى أهاليهم جثثا هامدة. ووفقا لموقع المصدر أونلاين، تشييع 5 حوثيين في وشحة حجة ووصول 18 جثة إلى أحد مشافي الحديدة. قال الموقع إن أهالي مديرية وشحة بمحافظة حجة شمال غربي اليمن شيعوا 5 من أبنائهم قتلوا في يوم واحد وهم يخوضون القتال في صفوف الحوثيين. من جانب آخر، استقبل أحد مشافي مدينة الحديدة فجر الجمعة 18 جثة لمقاتلين حوثيين و8 مصابين كانوا يقاتلون في صفوف الميليشيا في جبهة الساحل الغربي. وأشار المصدر إلى أن القتلى والمصابين قادمين تحديدا من منطقة يختل والهاملي وسقطوا في مواجهة مع القوات الحكومية. مقاومة البيضاء تفشل محاولات حوثيين استحداث مواقع بالزاهر، وذلك وفقا لموقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني، والذي قال إن المقاومة الشعبية بالبيضاء تمكنت من إفشال محاولات عناصر حوثية استحداث مواقع جديدة بمديرية الزاهر جنوب محافظة البيضاء. وأكد مصدر بالمقاومة الشعبية لسبتمبر نت أن عناصر حوثية تسللت إلى مناطق المواطنين وحاولت استحداث مواقع جديدة، إلا أن المقاومة صدتهم. وبحسب المصدر فإن المقاومة تمكنت من دحر عناصر الحوثي وإعادتهم إلى مواقع بحيد ملح والجماجم بعد 3 ساعات من الاشتباكات. حسن العديني كتب عن ما يحدث في البلاد بعد أن اجتاحت ميليشيات الحوثي كل مناحي الحياة في المدن الواقعة تحت سيطرتها، ويقول العديني في جزء من المقال المنشور في صحيفة الخليج: العاصمة والمدن الواقعة تحت سلطة الكهنة الجدد ضاجة بالصور والشعارات الفاقعة التي تستدعي صراعات صدر الإسلام وتنادي بحق الحكم، تنويعا على خطاب ممجوج ألقاه زعيمهم في 18 من ذي الحجة. ذلك لا يثير امتعاض اليمنيين وإنما غضبهم أيضا، لأن رجلا جاهلا قليل التحصيل العلمي يختصر ميراث الإنسانية في الفكر السياسي وعلم الاجتماع السياسي وفقه القانون الدستوري في رواية مكذوبة تعطيه حق احتكار السلطة. ولأن هذا الجاهل المطبق استحوذ على مقدرات البلاد وحول الجزء الوافر منها إلى ورق حائط شوهت وجوه المدن وجمال الحياة، ما دفع صحفيا شابا إلى أن يكتب متحسرا وساخرا: مرتباتنا معلقة على الجدران. السجال شديد على ضفتي مجرى الدم بين جماعة استحوذت على كل شيء وبين شعب يتضور جوعا وينزف دما، سجال بين الحرية والطاغوت. الحوثيون في الشوارع يهتفون للعبودية، واليمنيون سوادهم الأعظم يرفعون الأعلام على السطوح ويمدونها من النوافذ، لكنهم في المناطق المحررة خرجوا إلى الساحات يغنون للحرية في ذكرى ثورة دكت جبروت الإمامة وطغيانها. إنهم في انتظار هجوم الخريف الآخر بالنار والدم، وبالأمل على إنجاز النصر وزراعة شجرة الحرية من جديد في جبال اليمن والوديان وفي السواحل والروابي. قال مدير أمن تعز العميد محمد المحمودي إن الحكومة الشرعية التزمت بتفعيل ودعم الأجهزة الأمنية بتعز وإمدادها بما تحتاجه للقيام بواجباتها تجاه المحافظة ومواطنيها. وأكد المحمودي في تصريح للمشاهد نت جدية الحكومة هذه المرة بدعم الأجهزة الأمنية بتعز، وأن ذلك الالتزام سيترجم في القريب العاجل إلى واقع ملموس، موضحا أن الحكومة الشرعية التزمت في اجتماع مع إدارة أمن تعز برئاسة نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري وبحضور عدد من الوزراء والوكلاء في الحكومة بالإضافة إلى قيادات أمنية بالمحافظة بتفعيل الأجهزة الأمنية بتعز ودعمها
الدعم الذي يمكنها من تنفيذ كافة المهام الملقاة على عاتقها، مضيفاً كما التزمت الحكومة بالعمل بقرار رئيس الجمهورية القاضي بمعاملة محافظة تعز معاملة المحافظات المحررة. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، أبرزها وجدان قصة فتاة كشفت تورط قيادات حوثية في اختطاف فتيات بصنعاء، ومن العاصمة المؤقتة بندغر بقاء الوحدات العسكرية على النمط القائم خطر يجب إيقافه بتوحيدها بلون واحد، ومن أبين وفاة شاب إثر تعرضه للتعذيب في أحد السجون الأمنية. وفي عدن أيضا قوة عسكرية تقتحم ورشة وتختطف العمال بحجة عدم تمكنهم من إصلاح الطقم. وفي الجوف الجيش يسيطر على أحد معسكرات الانقلابيين بكامل ترسانته. مع تباشير الربيع العربي وثورة فبراير المغدورة، تحولت تعز إلى ساحة للاحتجاج السلمي، وحضر أبناؤها في ساحات كل المدن التي يقيمون فيها كمعلمين وعمال وموظفي دولة، إلا أنهم رأوا أن عملية التغيير يتوجب أن تبدأ من رفض الاستبداد والفساد والعنف. هكذا بدأ محمد عبد الوهاب الشيباني مقاله المنشور في الاشتراك نت، مضيفا في أجزاء من المقال: ما لم تجرؤ عليه الأجهزة القمعية في أكثر الساحات تجرأت عليه في تعز حين قامت بإحراق ساحة الحرية في 30 مايو 2011 في محاولة يائسة من النظام لكسر الثورة. وحين اقتسم فرقاء 2011 حكومة التوافق الوطني التي انتجتها المبادرة الخليجية، زحف أواخر ديسمبر من ذات العام شبانها إناثاً وذكوراً في مسيرة الحياة إلى صنعاء للتعبير عن رفضهم للتقاسم الذي جاء لتصفية الثورة. وحين أراد الانقلاب الصالحوثي إكمال سيطرته على البلاد بابتلاع الجنوب مطلع العام 2015، خرج أبناؤها لصد التعزيزات الأمنية المرسلة باتجاه عدن بالاعتصام أمام بوابة الأمن المركزي، فقمعت اعتصاماتهم بعنف لتبدأ بعدها مأساة حصارها من كل المنافذ لتركيعها. ومنذ مارس 2015 وهي تقاوم الحصار وتستنبت حياتها في صخور القسوة والجحود، إطالة أمد الحصار على المدينة ونقل الاحتراب إلى أريافها وعلى رأسها الحجرية، يبدو أنه مخطط بعناية من أطراف الحرب والميليشيات الملحقة بها لتدمير مرموزاتها المدنية في أكثر من مناسبة كانت قريبة من التحرر، لكنها في كل مرة تعاد إلى المربع الأول للفوضى والانفلات والعنف بتواطؤ طبقة الحرب في كلا المدرسين. تعز تدفع ثمن حضورها الطويل داخل المشروع الوطني الكبير الذي من فكت تنادي به منذ عقود، وعمل أبناؤها في كل مكان وفي كل المهن وفي أقصى الظروف للتعريف به كعنوان للمواطنة والمدنية والتنمية، بعيداً عن عصبوية الصوت الطائفي المستبد في الشمال وجنون الصوت العنصري المأزوم في الجنوب. لهذا هي اليوم ضحية صراع الفرقاء، فهي تحاصر من طرفي الانقلاب شرقاً وشمالاً وضحية مقاولي الحرب في مناطقها المحررة. قال مدير البحث الجنائي بعدن العقيد صالح القنبلي لصحيفة الأيام إن لدى البحث الجنائي 3 سجون، هي 2 للرجال وسجن للنساء، وبلغ عدد المساجين أكثر من 350، وهذه الأعداد تزيد وتقل وفق القضايا، ونعاني من ازدحام شديد وصعوبات كبيرة على أمل أن ينجز تأهيل وترميم السجن المركزي. وأضاف أن معظم قضايا السجناء القتل أو الشروع بالقتل والسرقة والنصب والاحتيال أو خيانة الأمانة أو مخدرات وغيرها من القضايا المتنوعة التي قادت مرتكبيها إلى السجن. وقال مدير البحث الجنائي إن إدارته تعاني من نقص في مقومات إحضار السجناء مثل سيارة خاصة لنقلهم وأدوات إلقاء القبض والاحتجاز وغيرها من مقومات إحضار السجناء. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. نشرت جريدة الجارديان موضوعا لباتريك وينتر محرر الشؤون السياسية في الجريدة بعنوان قرار الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن محاولة لإرضاء كل الأطراف. يقول وينتر إن القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مستقلة للبحث في ملف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن سينظر في جميع الاتهامات التي طالت كل أطراف الصراع الممتد منذ 3 سنوات. ويعتبر وينتر أن القرار جاء بمثابة حل وسط أو حل وسط يسعى لإرضاء جميع الأطراف، وبعد مباحثات مكثفة ضمت عدة أطراف منها السعودية والجامعة العربية وهولندا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. ويضيف وينتر أن السعودية ضغطت بكل ما تملك من قوة لكي يعتمد على تقرير اللجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان، وهو تقرير الذي ترى عدة منظمات مختصة أنه متحيز وغير مجد بسبب الأوضاع السائدة في البلاد. صحيفة الخليج عنونت في الشأن اليمني: مئات القتلى من الانقلابيين بعملية نوعية للتحالف في اليمن. قالت الصحيفة إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن نفذ عملية نوعية أوقعت مئات القتلى من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية. وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد طيار ركن تركي المالكي أن التحالف يستخدم المنظومات الاستخباراتية على مدار 24 ساعة داخل اليمن أو على الحدود السعودية. وفي أول ظهور تلفزيوني له بعد الإعلان عن عملية نوعية ناجحة أحبطت تحركات حوثية بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية، قال المالكي إن هذه العملية استمرار للعمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف في اليمن بعد رصد تحركات ومؤشرات تدل على سعي الحوثيين إلى اختراق الحدود السعودية. تتابع الصحيفة: كما حقق الجيش الوطني اليمني تقدما جديدا في مواجهته مع ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية في جبهة هيلان صرواح بمحافظة مارب. استيقاظ النزعات الانفصالية. تحت هذا العنوان كتب علي أنزولا مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: بالإضافة إلى كل العوامل التاريخية والسياسية والاقتصادية، هناك عوامل أخرى تحفز النزعات الانفصالية التي قبل عامل التنوع أو الاختلاف بسبب العرق أو الدين أو اللغة. في مقدمة هذه العوامل غياب الديمقراطية وفشل دولة القانون والمؤسسات وعدم وجود عدالة اجتماعية واقتصادية. لذلك تبرز هذه النزاعات بقوة كنتوءات في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الدول، وتجعل بعض مناطقها أو سكانها يشعرون بالإهمال أو التهميش أو الاستغلال أو التحكم من طرف المركز. بل باتت الأسباب الاقتصادية اليوم تستعمل ليس فقط محفزاً على الانفصال، وإنما عاملاً للابتزاز للحصول على نوع من الاستقلال المالي أو على مزيد من الدعم من المركز أو بدافع الهروب من الضرائب والتملص من واجب التضامن الذي يفترض دعم المناطق المجاورة داخل الدولة نفسها الأقل نمواً وازدهاراً. أثبتت تجارب الانفصال التي شهدها العالم وفشلها في تيمور الشرقية وفي جنوب السودان وفي كوسوفو. وفي المقابل فإن الحاجة إلى تقوية الكيانات الإقليمية الكبرى المتعددة الأجناس والأديان مثل الصين والهند والبرازيل، وبناء التجمعات الاقتصادية الكبرى الإقليمية والدولية مثل الاتحاد الأوروبي القائمة على أساس المصالح المشتركة والتجارة الحرة وحرية المبادرة، ما تزال عوامل جاذبة للدول والشعوب التواقة إلى العيش داخل مجتمعات متقدمة ومتطورة ومتنوعة ومتعددة. ولكن أيضاً وفق أسس ديمقراطية يحتكم فيها الناس إلى القوانين والمؤسسات، لا يضطرون إلى اللجوء للاحتماء بالهويات الضيقة والعرقيات المريضة والبحث عن الخلاص في الإيديولوجيات القاتلة. كانت الشركات في الفلبين تجبر النساء على ارتداء الكعب العالي في العمل، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط فقد ولى زمن هذا الإجبار
وعنونت الصحيفة: نساء الفلبين يتحررن من قيد ارتداء الكعب العالي في العمل. قالت الصحيفة إن الفلبين حظرت على الشركات إلزام النساء بارتداء الأحذية ذات الكعب العالي في مكان العمل، وذلك في قرار قوبل بترحيب نقابة قالت إن الفلبين من أولى أو أولى الدول التي تتخذ مثل هذا القرار لحماية حقوق المرأة. وقالت وزارة العمل الفلبينية إنه لا يمكن للشركات بعد الآن إجبار النساء على ارتداء الكعب العالي، وذلك لاعتبارات الصحة والسلامة. وكانت 4 نساء قد تقدمن بشكوى إلى اتحاد النقابات الذي أحال الأمر بدوره إلى السلطات. وقالت حكومة الفلبين إن الشركات يجب أن تسمح للنساء بارتداء أحذية عملية ومريحة، ولا يجوز لها إجبارهن على ارتداء أحذية ذو كعب. إلى صحيفة الديلي تيليغراف، والتي نشرت موضوعا بعنوان: سيارات تستطيع إخبارك عندما تعطش، بعدما أكد الخبراء أن تأثير العطش على السائقين يشبه تأثير المشروبات الروحية. تقول الجريدة أن شركة يابانية معروفة لصناعة السيارات كشفت النقابة عن سيارات ذكية جديدة بوسعها استشعار نقص الماء في جسد السائق وتحذيره. وتضيف الجريدة أن الباحثين في المعهد الأوروبي لبحوث تأثير المياه وجدوا أن السائقين الذين يشربون كمية قليلة من الماء، نحو 25 مللتر فقط، يرتكبون أخطاء أثناء القيادة أكثر من السائقين الذين يشربون كميات أكبر من الماء. وتوضح الشركة أنها اشتركت مع شركة هولندية لتصمم لها طبقة من الطلاء على مقود سياراتها من طراز جوك، علاوة على المقعد المخصص للسائق، وتقوم هذه الطبقة بفحص عرق السائق، وعندما تكتشف وجود نقص في الماء عن حد معين تغير لونها. في أخبار صحيفة القدس العربي المنوعة: ألماني يرفع دعوى ضد حمار. قالت الصحيفة: في حادثة غريبة رفع رجل ألماني دعوى قضائية ضد حمار اتهمه فيها بقضم سيارته، وكان صاحب السيارة قد ركن سيارته الرياضية الفارهة من نوع ماكلارين سبيدر في موقف للسيارات مجاور لحقل في منطقة فوغلسبرغ، واكتشف لاحقا أن الحمار قضم له جزءا من الصدام الخلفي، فتقدم بشكوى قضائية. وأجبرت المحكمة مالك الحمار دفع مبلغ وقدره 5800 يورو. 3 حروب محتملة في آسيا والشرق الأوسط. تحت هذا العنوان كتب سليم نصار مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية. يعتبر المؤرخون أن معاهدة وستفاليا التي أنهت حروب 30 سنة في أوروبا تمثل أهم محطات السلام في عالم ذلك الزمان، وأعطى كيسنجر مثلا على ذلك: فقدان السيادة لدى 4 دول حولتها الحروب إلى ميادين للنزاع هي سوريا والعراق واليمن وليبيا. ثم تساءل بعد ذلك عن طبيعة الكيانات التي سترث إقليم تنظيم داعش، واعترف بصعوبة الجواب لأن الكيانات البديلة أصبحت موضع خلاف بين روسيا ودول الناتو. كما ازدادت حدة المزاحمة بين الدول المنتصرة وفي طليعتها روسيا وإيران وتركيا. وقال إن هزيمة داعش ستشرع الأبواب أمام تعاون وثيق بين روسيا والدول الغربية، وفي حال تعذر هذا التعاون فإن تعاظم الفوضى سيصل إلى حدود دول نائية مثل الصين والهند، أي الدول المرشحة للدخول تدريجياً إلى جانب روسيا، بحيث تملأ فراغ نفوذ الغرب الآفل، وهذا بالطبع يرجح كفة العودة إلى نمط الحرب الباردة. ومع أن كيسنجر ساهم أثناء عهد ريتشارد نيكسون في رسم معالم الخريطة الحديثة لبعض المناطق الاستراتيجية في العالم، خصوصاً منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه لم يتردد في الاعتراف بأن العالم الذي بناه الغرب عام 1648 قد تفكك وتراجعت كياناته أمام هجمة الأيديولوجيات الإسلامية. وعلى ضوء هذا التصور فإن الحرب الباردة التي حذر كيسنجر من تداعياتها وتخوف من أن تنقلب إلى حرب ساخنة، هذه الحرب بدأت تتكون عناصرها في مواقع عدة، بدءا من كوريا الشمالية مرورا بكردستان وانتهاءا بإيران وإسرائيل. معظم الأحداث التي وقعت أمس وثقتها عدسات المصورين نشرت اليوم على صفحات الديلي تيليغراف، نتابعها في جولتنا المصورة.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.